تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل سمكتين من الرنجة وسايبهم للآخر كده اشتغل فيهم على الرواق، نعملهم سلطة مع بعض ازاي. حلوة، سمكتين رنجة، المقادير على الشاشة. سلطة الرنجة بالخضار مع الطحينة، المغازة يعملها لنا ازاي احنا مع بعض. حلو الكلام. رنجة، وتجيب الرنجة الحلوة اللي ما يكونش فيها سوائل، سواء هي مغلفة، لو هي سليمة تجيب اللي هي الجافة. ومعانا بصل، معانا بصل أخضر، ومعانا خس، معانا عصير ليمون، فلفل حار، طحينة في المقادير، كل ده معانا. ومعانا معلقة زيت سمسم للأمانة، ومعلقة فلفلة حلوة. عايز أعمل تركية حلوة كده. حلو الكلام؟ وعاد اعمليها النهاردة لأولادك أو لضيوفك بالطريقة اللي أنا هشتغل بها دي. الطاسة دي عايزها على النار عشان عايز اعمل تركية كده حلوة. وحقوق الطبع لدينا وبس. عيوني. ده هي بقى التركية هنا. وانا عارف انك هتروح البيت تعملها النهاردة للاولاد. خرجنا بيحب يخش المطبخ. يخليها على النار دي. حلو؟ طيب هتعمل ايه يا عم الشيف؟ اول حاجة هجهز الرنجة بالسكينة بتاعتي اللي مش عاجبة عم مصطفى. كانت خضرة ولا نبيتي؟ دايما عايز اقولك على حاجة حلوة في المطبخ، تخلي دايما السكاكين الصغيرة دي والحاجات دي بتنفعك، تقشير موز، تقطيع فواكه، الحاجات دي مطلوبة على فكرة. الاكسسوارات دي لازم تجيبيها من مصروفك، بتنفعك. عايزة تشيلي العرق الرملة اللي في الجمبري، السكينة دي تساعدك. عايزه تشيل عرق الزفاره اللي في السلسله بتاعت السمكه، السكينه دي تساعدك. بدل سن الشوكه، الحاجات دي. عايزه تقطعي كوسه، الحاجات ديت. طول ما انت بتتحكمي في السكينه بالشكل ده بتساعدك. انا بقول لك على الافكار، بقول لك على الافكار دي علشان تساعدك في المطبخ، مش بعمل اعلان لمنتج او شكل سكينه. هي بتغني عن نفسها وهي بتفرد نفسها في المطبخ. دي دول اصدقائي على فكره، دول ادوات شغلي. حلو، هناخد الرنجايه الحلوه دي كده بالشكل ده كده، ونيجي هنا يا عم الشيف. شفت انا شغال ازاي؟ وافتحها كده. شفت السلسله هنا؟ السكينه ماشيه معاها بحنيه. بفصل اللحم الرنجه من بعض. زي ما انا شغال كده اهو ده. ورفعت السلسله بس، خلاص الرنجايه معايا زي الفل، هي بالبطروخ بتاعها زي الفل بقلبها، بحطها هنا لغايه كده زي الفل يا عم الشيف. وناخد واحده كمان نحطها في الاتجاه العكسي، دي السلسله بتاعتها اهي، دي الشوكه. الرنجايه كده جاهزه. خلي بالك دلوقتي انا هخليكي تاكلي الرنجايه من كل حاجه فيها، دي انا مش عايزها خلاص بره. شفت الشوك دي؟ ده شفت الشوك ده طلع ازاي اهو؟ هو سبحان الله السمك المدخن بيطلع لوحده. شفت ده مشكلة كبيرة، ده لو نزل بين السنان، احنا مثلا لما بتقدم معانا العمر يعني بتلاقي فيه فوارغ ما بين السنان وبعضيها، دي لو دخلت بين سنان وبعضيها مش هتهنيكي لا بأكلة سمك ولا بأي حاجة في الدنيا. تاني السكينة بتاعتنا اهو. اللهم صل على النبي. السكينة ماشية فين دلوقتي؟ فوق السلسلة. هتمشي فوق السلسله ازاي؟ تيجي في المفصل ما بين الرنجه وتيجي تقطعي بالسكينه كده. ونرجع عاملين كده وبايديا كده، واسلك الايه اهو بظهر السكينه. هتلاقيها طلعت لوحدها معاك بظهر السكينه عشان ما يهريش اللحم بتاع الرنجه. واجي هنا. الله، بص اهي، بص اهي 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 تمام. ونرجع عاملينها كده. الله عليك، ونحطها هنا. حلو، زي الفل كده يا عم الشيف، انت امتعتنا. ونجي هنا برضو عاملين الخطوه دي كده، ونجي هنا نفس القصه. وتعالوا مع بعض نشتغل في الايه؟ في الرنجه بتاعتنا. ده الطبيعي. حلو الكلام؟ هتيجي تقولي لي غير البلانشه؟ لا لا لا، انا هشتغل على البلانشه بنفس السكينه بنفس كل حاجه. حلو.
دول مش عايزهم بقى خلاص، خلهم على جنب، بس انا حبيت اشرح. حلو زي الفل. هناخد الخضار بتاعنا، خس، بصل اخضر. الله ايه الحلاوه دي يا شيف، لقيت كرنبايه حمراء في طريقي. شويه خضار حلوين بقى، خلينا نعمل شويه رنجه حلوين كده مع بعض زي الفل. ايه تركية المغازي؟ اصبر على رزقك يا ست الكل. حلو، هنمسك الخضار الحلو ده نقطعه مع بعض. الرنجة مفتوحة زي ما هي كده. هقول لك تعملي ايه دلوقتي، بس خلونا نقطع الخضار بشكل حلو كده. البصل هنا مع بعض، معانا خس كابوتشا، في خس بلدي دلوقتي، لو البلدي موجود تبقى بقيت احسن مني. اوعي تعوري ايدك وتقولي انا بعمل زي الشيف المغازي، خلي بالك. المهارة الطهوية دي بتبدأ معاكي من الايه؟ واحدة واحدة، حلو الكلام؟ ناخد دي لون. الكرنب الأحمر ده لطيف، هو ما تكتريش منه، يعني هو ده ضيف. عيوني. هناخد الكرنبايه الحلوة دي كده، زي ما هي كده قبل ما أحطها بعمل الحركة دي. الله. دي هتلون لك السلطة، والأطفال الحلوين اللي مش بياكلوا سلطة بيحبوا الألوان دي. تمام. لسه لغاية دلوقتي هتقولي لي الرنجة الشيف ما غسلهاش بطنها، اصبري على رزقك، وأنا عايز تطولي معايا. والريموت كنترول اللي معاكي ده أول ما الشيف المغازي يجي الساعة 1 على القناة الأولى الفضائية المصرية في أنحاء العالم، خليه في آخر مكان في الأوضة في الشقة، اخفيه. الفلفل الحار ده كده نحطه هنا. حلو. بصل اخضر يبدا من هنا. شفت التقطيعه دي مطلوبه. عروق البصل الاخضر ويتغسل بميه ساقعه البصل الاخضر، وتنقعيه في الميه عشان يبقى فريش من عندك. لسه ما خلصتش. دول انا عايزهم. الله ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده. انا مش هحط طماطم، انا ما بحبش الطماطم مع الرنج للامانه، بحب خضره. زي ما انا شغال كده زي الفل. معانا فلفل زي ده كده، فلفل احمر، اللهم صل على النبي. سامي بسم الله وانت ماسكه السكينه كده عشان ما تحسديش نفسك. ناخدهم زي ما هما كده، هو ده الكلام. مكانهم هنا، حلو الكلام؟ لغايه دلوقتي ما عملتش جديد يا مغازل، عندك موهبه التقطيع ودي ممكن تكون عادي، ولكن موهبه الفن الطهوي ما شفناهاش. هنحط طاسه على النار، حلو الكلام؟ سنه شبت قليله كده، وناخد التوم الحلو بتاعنا ده كده، والفلفله، ومعلقتين من زيت الزيتون، ونقف هنا عند الايه؟ الفراسه الطهويه، ده زيت. حلو؟ تمام. زيت سمسم، الله عليك. طعم هنا مختلف. وانا شغال كده يا عم الشيف. معانا توم. مش هعمل طشه الملوخيه انا واسيبها تتحمر، خلي بالك. لا زي ما انا شغال كده، اوعي تسيبها تتحمر. واخد الفلفله دي كده واقلب. ثوم فلفله حلوه على النار، شيل كل ده كده زي الفل يا عم الشيف. التقليبه دي مطلوبه. شويه كمون، شويه فلفل اسود، شوية عصير ليمون، ونقلب. يلا بينا، سيبهم على النار يا عم الشيف. غلوة الانسجام زي ما انا شغال كده.
ايه رايك فيا؟ دلعك انا شويه خل صغيرين بس خلاص. اللهم صل على النبي. وناخد التقليبه الحلوه دي كده. دي التركايه بقى، ده الجمال. زي الفل. هناخد الخلطه الحلوه دي يا عم الشيف. لسه لا، هعمل تركايه دي. شوف انا هعمل ايه. انا هاخد الفرشايه الحلوه اللي معايا دي كده او بمعلقه، وهمسك الرنجه من بطن الرنجه ولحم الرنجه نلمس عليها بالخلطه دي. حلو كده، نحضرها مع بعض، والباقي نحطه على السلطه الخضراء بعد ما نغرف. شفت الجو ده كده؟ شفت اخليك تاكل بطن الرنجه ازاي وحلاوه الرنجه ازاي وانا شغال كده؟ البطروخ هو ده. شفتوا الكلام ده قبل كده؟ يلا سمعوني بقى الصلاه على الحبيب، وقولوا حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه زي ما انا شغال كده. ده الرنجه. لسه ما خلصتش انا. زي ما احنا شغالين كده. طبق التقديم عادي، احنا هنغرف فيه دلوقتي. عارف انا دي الحاجات دي بتزعجك، انا عارف. حلو، يلا مع بعض، يلا مع بعض ننزل بالخلطه دي يا عم الشيف على السلطه بتاعتنا. الله عليك وعلى والديك. ونقلب كل ده مع بعضه بايدك، وبقول لك بايدك تحتها خط عشان الخضار ينسجم كله مع بعضه. زي ما انا بقلب كده وانت بتقلبيه كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف. معانا طحينه. حلو، نقلب السلطه دي. مع الطحينه. الطحينه اختياري على فكره، بس انا بحب الطحينه مع الرنج. وناخد الخضار ده كده بعد التقليبه الحلوه دي كده، ننزل بهنا كده. شفت الجو ده كده؟ الله عليك يا عم الشيف، الله يبارك لك. احلى طبق سلطه رنجة. الف هنا وشفا. وبعدين الراس بتاعت الرنجة باينه، يعني اللي قاعد على السفره هيعرف ده ايه. مش فزوره هي. حلو، الخضار ده خلاص. البصل الاخضر ده بنحطه هنا كده، انا من عشاق البصل الاخضر جنب الرنجه. بصل اخضر يعني رنجه يعني فسيخ، واحنا مع بعض كده. الف هنا وشفا. فيها فكره. طب اشرح لنا انت عملت ايه بسرعه كده في عجاله. انا حطيت طاسه على النار، حطيت فيها زيت زيتون، زيت سمسم. الطعم مع زيت السمسم وزيت الزيتون الاثنين لما بيجتمعوا في الاسماك بيدونا طعم مميز. وحطيت التوم مع الفلفله الحلوه اللي هي الهريسه الحمراء، اذا مش موجوده مفيش مشكله. ما تستخدميش معجون طماطم وتقولي هي حاجه حمراء وخلاص، بتتحكي. ده لازم اقول لك الكلام ده. وبعدين حطيت معلقه خل مع عصره ليمون لطيفه وجميله، وبعدين قلبت منها ولمست على اللحم بتاع الرنجه عشان لما اكل الرنجه من بطنها والبطروخ يبقى فيه طعم. وفي الاخر حطيت الباقي على الخضار وقلبته وحطيته على الرنجه بتاعتي. السفره بتاعتي فيها تنوع، فيها شكل حلو. الكابوريا عملناها بالبصل المكرم اللطيفه وجميله، البصل هنا واخد طعم الكابوريا واليود بتاعته مع الفلفله الحلوه. عملنا النودلز الجميله الحلوه على الشاشه قدام حضراتكم مع السمك الفيلي القش البياض. سلطه الرنجه بتتكلم عن نفسها وبتتكلم مصري، يعني رؤيه فن ابداع. وخليها سمك النهارده. الكلام ده منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.